ترندين وبس. في الصورة نجم الكرة المصرية والعربية محمد صلاح. قال محمد صلاح اللي يتسبب مو صلاح فخر العرب مش مصر بس، جدد عقده مع ليفربول. وهنا حابب اوضح ان تجديد العقد علشان صلاح احسن لاعب في العالم مش في مصر والعرب بس. صلاح طلع وقال: صباح الخير، يا رب تكونوا بخير. سعيد طبعا بالتجديد مع النادي، واتمنى ان شاء الله الفترة الجاية نكسب بطولات كتير اسهل. ربنا يوفقك انت وليفربول يا صلاح، ويصبرنا على الكوره اللي بنشوفها هنا. انا بس اللي مزعلني هو نفسه اللي كان مزعلك، انهم كلهم هيروحوا كاس العالم واحنا هنكون بنلعب في عالم تاني. ونطلع على عالم رابع وهو الاتيكيت، والاستاذه امينه شلبايه. ان انا عايزه اشيل القش بتاع البطيخ، فهعمل كده اوكي وهشيل. هعمل ايه بقى في البذر؟ احاول على قد ما اقدر اخلي اطلع البذر على قد ما اقدر. ايه ده؟ مش ده البطيخ بتاعنا واصلا بتاكل كده؟ ده بعد ما صرفنا عليك دم قلبنا وحرمنا نفسنا من اكل البطيخ عشان نعلمك الكمبيوتر. وبعدها قالت امينه شلبايه في المصري اليوم: مش عارفه ليه اتريقوا من اتيكيت الرز. اما في اتيكيت الشاي كتب عبد الرحمن سفيان: الخبطتين دول لازم عشان نستأذن قبل ما نشرب. احنا جنتلمن. اما محمود عبد الله رفع فيديو في كومنت وكتب: عبد الغفور البرعي وهو بيشرب شاي عمل كل حاجه بتتضايق منها امينه شلبايه. الناس وخصوصا الستات مش محتاجه منك ده، الناس محتاجه وصفه كده زي دي مثلا: الشحات مبروك خسيت 8 كيلو في 5 ساعات. لا مؤاخذه، دي مش وصفه، دي هبده، سيبوكوا منه. يا ستات خدوا الوصفه دي مني وافهموها، على طول هتجربوها. 1 جوزك بيحب، 2 هيبدل ثروته، 3 هنشحت على القهاوي. ترندين وبس.